بقول لك يا حوده بقدر قوي انا الام اللي بتقلب عربيتها دولاب لاولادها. الاستاذه اللي هناك دي تعرف يا استاذ تامر دي عندها جوه العربيه لعب وكور وشنط وهدوم وحاجات تمرين وطول النهار نازله طالعه نازله طالعه بالحاجات دي معاها. حقها تجيب فعلا كيا سبورتج، عربيه شيك وتستحمل المشاوير وواسعه وتشيل معاها الحبايب كلهم واصحابها واولاد صحابها ويروحوا التمرين ويجوا من التمرين كل يوم يا استاذ تامر. والله عاملين كده كل يوم. مراقبهم انت يا حوده؟ يا باشا مش جيراننا، نطمن عليهم. خليني اقول لك حاجه. اتفضل. العربية دي قمة في الشياكة، بس عشان تديك أحسن أداء وتستحمل بهدلة المشاوير بتاعت النادي والمدرسة والعيال لازم يتحط لها زيت بتوصى بيه من كيا، يضمن إنها تستحمل وتكون ماشية بكل قوة بس في نفس الوقت بمنتهى النعوم. وده طبعاً زيت موبيل وان. برافو عليك يا حود. هو ده الزيت المظبوط اللي يحافظ على العربية دي، وبالمرة لما تغير زيت من موبيل هيرجع لك نقط من موبيلاوي تقدر تجيب بيها هدايا ليك ولولادك من أكل وسفر وأجازة. وما تنسوش جمعوا انتوا كمان نقط كتير من موبيلاوي. قولوا لنا بقى في التعليقات نتكلم في الحلقة الجاية.